يقبل المواطنون في فلسطين عن أكلة المفتول بشكل كبير خلال فصل الشتاء، لما تحتويه من مكوناتها على مواد طبيعية وخاصة القمح وزيت الزيتون والبصل البلدي، إضافة إلى الدجاج، عدا عن التوابل التي تعطيه نكهة ذات رائحة ومذاق لذيذ، عدا عن فوائده التي تمد الجسم بالطاقة. الأكلات الشعبية على اختلاف أنواعها لها حضور قوي مع بدء فصل الشتاء. المفتول الفلسطيني واحد من هذه الأكلات، خاصة وأن مكوناتها الرئيسة تعتمد على القمح، سواء كان مجروشا بعد سلقه أو دقيقه، الذي يستخدم كمكون أساسي في هذه الأكلات الشعبية. القمح أول إشي بننقعه، بعدين بنناشفه، بعدين بنطحنه، بصير برغل، وبعدين بنجيب الطحين قمح مطحون، وبعدين بننقع البرغل ربع ساعة، وبعدين بنصير نعمل فيه مفتول. هاي المرحلة الثانية، حطيناه على المية مع الحمص مع الملح، وحطيناه على الغاز عشان يستوي ويصير يطلع البخار تاعه. بعد ما خلص التهبيل المفتول على الغاز، هلا بنحط مرحلة زيت الزيتون. مراحل إنجازه العديدة منذ لحظة البدء في تحضيره برش الماء على البرغل بعد وضعه في الماء لمدة نصف ساعة، ورش الطحين عليه حتى لحظة وضعه على بخار الحمص لمدة 40 دقيقة، تأتي بموازاة عملية تحضير الدجاج. هذا المربى البندورة مع الشوربة عشان نمرك فيه المفتول. بعد هيك بنحط الحمص، بنخليه يتشرب مع البندورة، وبعدين بنحط المفتول بنمركم بالحمص وشوربة البندورة. البصل البلدي وزيت الزيتون لها كذلك حضور قوي في عملية تحضير المفتول الذي يقبل عليه المواطنون بشكل لافت، كما تؤكد لنا صاحبة المطعم نتيجة مذاقه اللذيذ، خاصة مع تنوع أنواع البهارات التي تستخدم في هذه الأكلة والتي تعتبر ذات فوائد عديدة وتمد الجسم بالطاقة. هذه الأكلة أكلة المفتول الشعبية، في كل شتاء يقبل المواطن الفلسطيني عليها بنهم كبير، ومكوناتها الأساسية صحية كثيرا، لأنها من الدقيق، دقيق القمح، وحبيبات القمح المجروشة، وكذلك زيت الزيتون والبصل. لهذا السبب فلها فوائد عظيمة. محمد الصانوري، CGTN العربية، من مدينة البيري، فلسطين.